إذا الموتورات الثانية اللي اطلعتوا عليها، إذا بتطلع على إندكشن موتور أو بنطلع على سينكرونس موتور أو بنطلع على دي سي موتور، هذول كلهم كونتينيوس درايف أكتويترز. بعض الأمثلة عليهم هون، مثلا كونتينيوس درايف أكتويترز، مثلا دي سي موتور، دي سي سيرفو موتور، إندكشن موتور، سينكرونس موتور، هذول كلهم كونتينيوس، ما في لهم ستيبس محددة، بيرمننت ماجنت، سينكرونس موتور أو هيدروليك أو لينير أكتويترز، بس هذول كلهم continuous، يعني ما في له مكان يتحرك له بعدين يوقف، مكان يتحرك له بعدين يوقف. الاختلاف الاساسي مع الستيبر موتور، الستيبر موتور عماله بيمشي بستيبس او انكريمنتس، فبعطيه ستيبس معينه وبقدر بالضبط اعرف قديش اتحرك او قديش مشي. هو الديجيتال ايكويفالنت. اكثر مثال عليه هو الستيبر موتور، احسن مثال عليه الستيبر موتور. هلا اذا بتطلع هون حتى بالجهاز اللي معكم الصغير، اذا فكيته من الخلف رح تطلع رح تلاقي هذول زي المسننات، هذول هم اللي بعطوني الحركة هاي، لأنه هو عماله بنتقل من مكان لمكان تاني بحيث يصير في alignment على بالماجنتيك بالماجنتيك سيركت اللي موجودة هون. فإذا بتطلع هون شايفين كيف، وبعدين شايفين هون الخارجي هو الكويل، هاي الكويل عندي اللي ملفوف هون بحيث إنه يعطيني ماجنتيك فلكس بهذا الاتجاه أو بهذا الاتجاه. أي يد بنستعمل؟ اليمنى. وهذا اتجاه إيش؟ كرنت. وهذا اتجاه ماجنتيك فلوكس. كون عندي هون ماجنتيك فلوكس او ماجنتيك فلوكس دنسيتي في هاي الدائره. اذا بتطلعوا كمان على الشافت في له بنسميها بالعربي، اعذروني على التعبير بس هذا التعبير عامي، شطف. شايفين هاي الريجستر؟ ليش هاي؟ شايفين الشافت؟ الشافت دائري، بس عند النقطه هاي ايش فيه؟ عشان تركب البولي فيه، عشان اقدر انقل حركه. اذا ركبته على شيء ثاني مثلا، الشيء الثاني راح يكون فيه بنفس الشكل هذا، ما اخذ هذا الشكل، حتى اقدر انقل تورك من هون للثاني. وهذه هون البيرنج، البيرنج اللي بده يقعد عليها الشافت عشان يقدر يلف، ففي بيرنج هون وفي بيرنج على الجهه الثانيه. كمان بتلاحظوا شيء ثاني، اذا بتطلع هي الفلانج، فلانج التثبيت، هاي طبعا رايحه الربع الرابع، الفلانج اللي بدي اثبت فيها، فبقدر اثبت المحرك فلانج ماونتد بنسميه بدال فوت ماونتد. المحرك الكبير كيف بدي اثبته؟ بثبته بيكون في له قاعده بثبته عليها، بس هذا فلانج ماونتد مش فوت ماونتد. فلانج ماونتد يعني بدي اثبته على الجزء اللي بدي اشغل عليه عن طريق هاي الفلانج، فبقيس على الجهه الثانيه على الجهاز اللي بدي اركبه عليه، بحفر بعمل تسنين بسنن وبعدين بحط اربع براغي بشد الهاي بثبته على المكان اللي هو بده يثبت عليه. الشيء الاخير اللي بتلاحظوه هون اذا بتطلعوا عندي هذا، ايش هذا؟ مبين، بعرف اذا مبين عندكم ولا لا؟ مبين. ايش هذا؟ هذا الماجنتيك، الماجنتيك سيركت راح تمشي فيه. هذول ايش بنسميهم؟ الصفائح هذول بالانجليزي؟ لامينيشنز. ليش بعمل لامينيشنز؟ عشان اتجنب ايش؟ الايدي كارنت لوسز. اللامينيشنز بتقطع الماجنتيك سيركت، فبتخفف الايدي كارنت لوسز في هاي الدائره، فبتخفف الحراره اللي راح تصير عندي في هذا المحرك. وهذا طبعا مش بس للستيبر موتورز، لكل انواع المحركات. مش في عندي ماجنتيك سيركت؟ كيف كونت ماجنتيك سيركت؟ شو عندي كان؟ ايش اللي سبب ماجنتيك سيركت؟ الكويل اللي موجود هون، الكويل مررت فيه كرنت، شو اعطاني؟ رح يعطيني ماجنتيك فيلد سترينث. الماجنتيك فيلد سترينث في ريلكتنس بتقاومه من هون، رح يسبب في عندي ماجنتيك فلكس، وبعدين رح يصير في عندي ماجنتيك فلكس دنسيتي بي. اذا هذه فكره عامه عن الستيبر موتورز. خلينا نطلعها بتفصيل اكثر على مبدا عمله. هون في عندي اربعه ستيتر كويلز، طلع عندي هون أربعة ستيتر كويلز، هذا الستيتر وهذا الروتر. الروتر هون احنا مستخدمه بيرمننت ماجنت. الستيبر موتور ممكن يكون بيرمننت ماجنت وممكن يكون سوفت ايرون. سوفت ايرون يعني انه مش ممغنط لكنه ماده فيرو ماجنتيك. واضح الفرق؟ ايش الفرق بين الماده الفيرو ماجنتيك واللي مش فيرو ماجنتيك؟ ايش اللي بيميزهم؟ ايش العلامه اللي بقول اذا اعطيتك ماده قلت لك هل هاي فيرو ماجنتيك ولا لا، بتقول لي فعلا هي فيرو ماجنتيك ولا لا؟ واضح؟ الكل فاهم شو السؤال؟ ظل بيرمننت شو اسمه ماجنتيك. بدي شيء علمي، بدي شيء علمي اكثر شوي. ايش اللي بيميز ماده فيرو ماجنتيك عن ماده غير فيرو ماجنتيك؟ هل النحاس فيرو ماجنتيك؟ لا. لا. هل الالومنيوم فيرو ماجنتيك؟ لا. لا. هل الحديد فيرو ماجنتيك؟ نعم. والكوبالت والنيكل، ايش هم هذول الكوبالت والنيكل والحديد، ايش اللي بيميزهم؟ البيرمننت. اوكي؟ قابليته للتمغنط اللي وحدتها هنريز بارامتر. اي وسط بجيبه او اي ماده بتطلع عليها، بتطلع على ميو الها، ميو هي البيرمابيلتي لهي الماده، اللي هي بالعربي النفق
السماحية اللي هي البرماتيفيتي، النفاذية اللي هي البرماتيفيتي. مضبوط النفاذية، تأكدوا منها بالله حتى يتأكد منها على الله. إذن ممكن مادة تكون conducting وتكون موصلة للكهرباء وما تكون ferromagnetic. مضبوط. إذا هذا الرقم عالي بالنسبة لميو نوت، ميو نوت اللي هي تبعت الفري سبيس، معناها هاي المادة ferromagnetic. إذا هاي المادة راح تكون ferromagnetic، هاي المادة راح تكون ferromagnetic، هاي المادة راح تكون ferromagnetic. وطبعا هذه هون permanent magnet كمان، مش شرط كل permanent magnet يكون مش شرط كل مادة ferromagnetic تكون permanent magnet. هذه هون permanent magnet، هذا انا بحوله للالكتروماغنت. مزبوط. كيف بحوله للالكتروماغنت؟ تيار. مرر عليه، مرر حواليه التيار. التيار هذا راح يعمل عندي ماجنتيك فلوكس، او راح يعمل ماجنتيك فيلد، والماجنتيك فيلد بعدين راح يؤدي لماجنتيك فلوكس دنسيتي. عندي هلا هون التو ستيترز هذول، التو بولز، هذا بول وهذا بول. التو بولز هذول اللي حطيناهم هون مررنا حواليهم، والسلك هذا اللي مر من هون هو نفسه اللي مررته في هذا. إذا الكرنت لما بشغل هذا الكرنت من هون راح يعمل مغناطة لهذا، وراح يعمل مغناطة لهذا، راح يتحول هذا الالكتروماغنت وهذا الالكتروماغنت. خلينا نشوف كيف البولاريتي، كيف راح تكون عندي البولاريتي لو مررت الكرنت بهذا الاتجاه. كيف راح يصير عندي؟ راح تصير هيك. مظبوط. وين النورث؟ إذا راح يصير عندي هذا نورث وهذا ساوث. طيب هذا الكرنت كمل من هون بهذا الاتجاه، ايش راح يصير؟ راح يصير هذا الساوث وهذا. مظبوط. لو عكست الكرنت ايش راح يصير عندي الاتجاه؟ راح يصير عندي هيك وهيك. لاحظوا هيك ايش يعني؟ يعني هذا النورث وهذا الساوث، هذا النورث وهذا الساوث. اوكي. طيب لو هلا عكست نفس الشيء عندي هون في فيز ثاني كمان، في فيز ثاني وفي تو بولز، فهذا له اربعه ستيتر بولز. هو مظبوط تو فيزز بس له اربعه ستيتر بولز. ونفس الشيء لو مررت كرنت الان هون، فرضا خليني افترض اني مررت كرنت من هون، الكرنت اللي مررته من هون ايش راح يعمل؟ كيف راح اتجاه دورانه؟ هيك راح يصير عندي هيك، فراح يصير عندي هون مثلا ساوث ونورث، ونفس الكرنت هذا راح يكمل عندي هناك وراح يعطيني بنفس الطريقه. فلاحظوا هذول كيف مربوطين، بحيث انه اذا كان هذا نورث هذا ايش بيكون؟ ساوث، واذا هذا ساوث هذا بيكون نورث. اوكي. اذا هاي اول نقطه، خليني امحي هلا الان هذول. هلا اذا بنطلع هون، هلا هذا بدي احركه، هذا بيرمننت ماجنت، هذا ايش راح يجذبه؟ اذا بدي احرك هذا الان اتحرك هون، في له هذا عدد من ستيبل بوزيشنز، وراح اشتغل في البدايه على راح اشتغل على فول ستيب. خلينا نشوف هلا لو هذا بدي اجذبه لهون شو بدي اعمل بهاي؟ ساوث. اذا انا بدي هاي تصير ساوث، حتى هذه تصير ساوث شو بده يكون اتجاه الماجنتيك فلوكس؟ هيك. اذا الكرنت ايش لازم يكون اتجاهه؟ اذا بده يكون ماشي الكرنت هيك وهيك. مزبوط. وإذا الكرنت مشي معي هيك راح يكون ماشي هيك، إذا من هون راح يكون ماشي بهذا الاتجاه، وإذا كان ماشي بهذا الاتجاه إيش راح يصير عندي هون؟ نورث. هل هذا مناسب؟ نعم. نعم مناسب. إيش راح يصير هلا في البيرمنت ماجنت؟ البيرمنت ماجنت حر إنه يلف حوالين هذه النقطة، إيش راح يصير فيه؟ راح ينزل الساوث على النورث، والنورث راح يطلع على الساوث، وراح يوقف. مزبوط. إذا أنا خليت هذا البلس خليته بهاي الطريقة، خليت البلس موجود هون، وخليت هذا الكرنت ماشي بحيث انه هذا ساوث وهذا نورث، ما راح يلف، راح يتوقف مكانه. مزبوط. راح يلف حتى يوصل هذا البوزيشن. هذا اللي بميز الستيبر موتور عن الموتورز الثانيه، انه في له هو زي ستيبل بوزيشنز. هذا النورث راح ينجذب للساوث اللي هون، والساوث اللي هون راح ينجذب للنورث اللي هون، راح يستقر في مكانه من هون. هلا اذا بدي احركه شو بدي اعمل؟ ايش ممكن اعمل؟ لو عكست البول هذا ايش راح يصير؟ راح يلف. بس هل هذا جيد؟ وهل بعرف انا باي اتجاه راح يلف؟ خلينا بس مع النقطه اللي حكاها احمد. هلا انا حطيت هون ساوث ونورث، وهذا النورث هون والساوث هون. لو رحت انا عكست الساوث خليته نورث والنورث ساوث، راح يتنافروا، بس ممكن يلف بهذا الاتجاه وممكن يلف بهذا الاتجاه. انديترمينت. مزبوط. شو الاحسن اني اعمل؟ شغل بطفي هذا، بطفي هذول الاثنين. هلا تذكروا انه هذا وضعه كان هيك، كان نورث هون وساوث هون. هلا طفيت انا هذول وراح اشغل الثاني. هلا بدي اشغله بحيث حسب الدوران، حسب اتجاه الدوران. هلا لو فرضنا انه هو كان ماشي من هون لهون، المنطق ايش بيقول اني اكمل؟ كمل هيك. هيك. النورث هذا شو بده يجذبه هون؟ ساوث. والساوث هذا بده يجذبه هون؟ نورث. حتى يصير هذا عندي ساوث ايش لازم يكون عندي؟ بديش يكون هيك، بده يكون هيك. مظبوط. حتى يكون هيك وين اتجاه التيار بده يكون؟ بهذا الاتجاه.
مظبوط، بدي امشي التيار بهذا الاتجاه، وهذا بيجي التيار هيك، وبيكون عندي هذا من هون هيك، وهذا لازم يصير هيك. هل صار هذا التيار هيك بهذا الاتجاه، هل هذا راح يصير نورث؟ نعم. ايش قديش راح يلف في الماجنت؟ راح يلف من النورث هون للساوث اللي هون، اذا راح يلف ب 90 درجه، مظبوط؟ وهي هي ستيب. هلا في لسه شيء احسن من هيك بقدر اعمله، هلا بنشوفه. بس هلا بالوقت الحاضر قديش الدرجه عندي؟ او قديش اللفه راح تكون 90 درجه، راح يتحرك هو بمقدار 90 درجه. طبعا هذا مش ستيبر موتور حقيقي. ليش؟ 90 درجه كبيره جدا. احنا عم نحكي راح نحكي عن درجات صغيره جدا، احنا بدنا هاي درجه كبيره جدا، بس احنا هاي فور الستريشن بيربس حتى نفهم. ولذلك اللي شفناه قبل شوي ستيبر موتور، شفتوا المسننات اللي كانت فيه قديش عددها؟ هاي راح تساعدني ابدا اصغر الزاويه، بس احنا هون فوق الستريشن بيربسز. اذا لفينا هون 90 درجه، هلا بنكمل نفس الشيء. شو بعمل؟ بطفي الساوث اللي هون، وايش بحط هون؟ بحط هون ساوث، بحيث ان النورث هذا ينجذب للساوث اللي هون، ويصير عندي نورث هون. فهذا لف نورث، بعدين النورث راح يلف مره ثانيه بهذا الاتجاه، فراح يصير يمشي عندي. هلا شو بعمل حتى تصير عندي سرعه؟ بغير البلسز، بضل اغير البلسز هذه باستمرار. فبصير اعمل، ولاحظوا هون اني بعكس الاتجاه، راح اضطر اعكس الاتجاه الكرت، مزبوط؟ نعم. مرات راح يكون ماشي بهذا الاتجاه، مرات راح يكون ماشي بهذا الاتجاه. هذه الوايندنج اللي بعكس فيها الكرنت بنسميها باي بولر. بقدر مرات امشي الكرنت باتجاه، ومرات بقدر امشي باتجاه معاكس والزاويه. طيب هلا انا مش عاجبني 90 درجه، ايش بقدر اعمل؟ زيد البولز. لا، بقدرش اغير المحرك. المحرك عندك هذا هو المحرك اللي موجود. في شيء بتقدر تعمله؟ نزل من، نعم، احط اشغل الدينامو مثلا. انت بتعرف من قبل هيك ولا هلا خطرت ببالك؟ بتعمله. انا بدي عشان هم يستفيدوا بس. كويس، شكرا، ماشي. إذا شو فهمتوا شو اللي بنعمله؟ ما بشغل واحد بس، بشغل هدول التنين. فشوفوا لو صار عندي، لو صار عندي هذا ساوث حتى يجذب هذا النورث، وبعدين عملت هذا كمان ساوث حتى يجذب هذا النورث، وهذا خليته نورث، وهذا خليته نورث، شو راح يصير عندي؟ راح يصير كأنه النورث مركز هون، مضبوط؟ والساوث كأنه مركز هون. فلما خلص من هذا البوزيشن ما طفتش هذا، خليته، شو شغلت معاه؟ شغلت الساوث اللي هون. فبدال ما يلف 90 درجه صار يلف الان، هذا بنسميه هاف ستيبنج. فهاف ستيبنج معناها انه انا ما بطفي كويل، بخلي كويل وبشغل الكويل اللي جنبه. بعدين لما بدي يمشي كمان 45 درجه شو بعمل؟ بطفي هذا اللي هون. اوكي، ماشي، واضح؟ يعني اول شيء بشغل ساوث نورث. لو شغلت هلا هدول ساوث نورث راح يلف من وضعه الحالي لهذا الوضع. النورث راح ينجذب للساوث والساوث للنورث. بعدين اذا بدي يمر اذا بدي يمشي 90 درجه بطفي هذا تماما، وشو بحط هون؟ ساوث نورث، بحيث انه يلف من هذا البوزيشن لهذا البوزيشن. او بخلي هذا شغال وبشغل هذا كمان معه، بس بشغل ساوث ساوث نورث نورث. فبلف قديش بصير؟ 45 درجه. بعدين كمان 45 درجة شو بعمل؟ حتى اخليه يمشي كمان 45 درجة، بطفي هدول التنين وبخلي هدول التنين الموجودين هون. هذا بنسميه هاف ستيبنج. بالاول كان اسمه فول ستيبنج. هنطلع على هدول مشروحين بشكل احسن يمكن هون. هيدا طلعوا نفس الفكرة اللي حكيناها قبل شوي. بس هو رفع الساوث الاول لفوق. فالساوث انجذب للنورث اللي هون، والنورث انجذب للساوث اللي هون. شغلنا هذا بدون ما نطفي الاولاني، هي هاف ستيبنج. فتحرك هذا صار بنص المسافة ما بين النورث، وهذا صار بنص المسافة بين الساوث، هي 45 درجة. طفيت اللي فوق، طفيت هدول التنين وخليت هدول التنين، شو كمل؟ كمل 45 درجة من هون. بعدين رديت شغلت هدول التنين من هون، فنزل 45 درجة. بصير عندي هلا بلف باستمرار. طبعا أنا ممكن أتحكم في البوزيشن، وممكن أتحكم في السبيد، وممكن أتحكم فيهم التنين مع بعض. هاي ميزة الستيبر موتور. يعني إذا أنا ضليت أعطيه بلسز باستمرار رح يضل يمشي على السرعة اللي أنا طالبها، أنا بتحكم بالسرعة. ولاحظوا من أحد أهم ميزات الستيبر موتور، ما بده فيدباك، ما بحتاج أركب له فيدباك، لأنه أنا إذا مصمم السيستم بشكل صحيح المفروض يستجيب للبلسز اللي أنا أعطيته إياها. هل ممكن أرفع البلسز بشكل عالي بطل يقدر يستجيب؟ إذا صارت البلسز سريعة كثير بطل يقدر يستجيب، بس هذا خطأ تصميم مني. بس إذا أنا معطيه بلسز بشكل يقدر يلحق على هاي البلسز، معناها أنا ما بدي فيدباك، بفترض إنه الحركة اللي أعطيته إياها هو فعلاً اتحرك عليها. إذا هاي بالنسبة للموفمنت تبعت الستيبر موتور.
هلا عندي هون هاي بس تلخيص لها، وطبعا اذا بدي اعكس الروتيشن اتجاه الروتيشن شو بعمل؟ عكس تيار، بس بعكس السيكونس، بعكس السيكونس. لا انتبه، بصير بدل ما اشغل A B C D A B C D شو بصير اعمل؟ A او D C B A D C B A. اوكي، بس السيكونس بعكس السيكونس. هلا عندي هون لو اطلعنا على هذا، هلا هون في اشي انترستنج عندي. هلا هون بطل هذا بيرمننت ماجنت، صار سوفت ايرون. هاي مادة، هل المادة الفيروماغنتيك اللي مش ماجنت بقدر اجذبها؟ مظبوط، مش بقدر اجذبها. هلا لو جبنا احنا لفينا سلك ومررنا بهذا السلك كرنت، ايش بتحول هذا؟ يعني لو جبت انا قطعة هون حديدية فيروماغنتيك ماتيريال، حطيت عليها كويل من هون، لفيت كويل، تحولت لنورث وساوث. لو جبت مسامير معدنية مش بيجذبهم، بس هم مش بيرمننت ماجنت، فهو جذبهم. هذول اسمهم سوفت اين، مادة قابلة للنهض لها ميو، لأنه ميو إلها عالية. لما سلطت عليها ماجنتيك فلوكس أو حطيتها في ماجنتيك فلوكس، هي نفسها الدايبولز اللي فيها، الماجنتيك دايبولز اللي فيها إيش عملوا؟ عملوا ألايمنت لأنفسهم وتحولت هي مؤقتا لماجنت فجذب. هلا اطلعوا هذه الدائرة اللي موجودة هون، كم ستيتر بول عندي؟ ستة. مظبوط، أنا عندي 3 فيزز، بس المهم إنه عندي 6 ستيتر بولز. مظبوط، هذا عندي سوفت آيرون. كيف هلا هذا بدي أحركه؟ كيف بدي أحرك هذا السيستم؟ هلا ممكن أيش أجي أعمل؟ ممكن أجي أشغل الآن هلا هون نورث وأشغل هون ساوث. مظبوط، إيش راح يصير في هذا؟ راح ينجذب لهون. هلا لو جيت طفيت النورث ساوث شغلت بعدين نورث ساوث هون، ايش راح يصير؟ راح يتحرك بهذا الاتجاه من هون، وراح يتحرك معي هذا بهذا الاتجاه من هون. مزبوط. هلا لو كان هذا، لو انا بدل ما اعمل نورث ساوث شو عملت؟ عكست، حطيت بدل ما ابدا بنورث ساوث من هون بديت بساوث نورث، ايش راح يصير؟ حضله زي ما هو. هلا راح يضله زي ما هو. تمام، طفيت الساوث نورث، حطيت ساوث نورث هون، ايش راح يصير؟ يعني الفيروماغنتيك ماتيريال الحديد ما في له اتجاه يتجاذب فيه واتجاه يتنافر فيه. واضحه هاي النقطه؟ يعني لو انا جبت هلا الكتروماغنت، حطيت لفيت سلك، حطيت هاي، بعدين جبت المسامير، هل المسامير راح تنجذب اذا كنت ممشي الكرنت بها اذا كان هذا نورث، وراح تتنافر اذا كانه ساوث؟ ولا راح تنجذب دائما؟ اذا السوفت ماتيريال، السوفت ايون دائما راح تمغنط نفسها بحيث انها تتناسب مع ايش اللي بيجذبها. هذا ما كان صحيح بالنسبه للبيرمت ماجنت اللي شفناه قبل شوي. اذا شغلت هون نورث وساوث راح ينجذب للنورث والساوث، اذا شغلت ساوث نورث راح ينجذب، مش هيك؟ لانه اللي راح يصير لو كان هذا نورث ساوث، ايش راح يصير بالسوفت ايون هاي اللي موجوده هون؟ هي راح تتمغنط بحيث انها تصير ساوث هون ونورث هون وتنجذب لهم. هلا اجيت طفيت هذا وشغلت نورث ساوث من هون، او شغلتهم بنفس الوقت. لو شغلت الان نورث ساوث من هون، الساوث هذا راح ينجذب لهذول وراح يوقف بهذا الاتجاه. واضح انه راح يلف بهذا الاتجاه، ما راح يلف بعكس الاتجاه. ليش؟ ليش هذا راح يلف بهذا الاتجاه هيك وما راح يلف بعكس الاتجاه؟ زفت الفورس الماجنتيك تكون هذا الاتجاه، لا اقرب، لانه اقرب واسهل. هذا هون اسهل انه يلف بهذا الاتجاه يعمل الاينمنت هيك من انه يلف كل المسافه هاي ويجي هون. مزبوط، هذا بس بده يتحرك هاي القطعه الصغيره من هون، وهذا بده يتحرك بس القطعه الصغيره من هون. ماشي، واضح؟ مره ثانيه، هلا انا كان عندي هون في البدايه كان عندي نورث ساوث، البيرمنت السوفت ماتيريال هاي السوفت اين ثبتت حالها نورث ساوث. مزبوط، وما راحت لفت 180 درجه لان هي بتتمغنط مع الفيلد اللي الماجنتيك فيلد اللي موجود هون. رحت شغلت نورث نورث ساوث ساوث، وهي بهاي الوضعيه، ايش اسهل شيء تتحرك؟ تتحرك هيك. طفيت هذا النورث ساوث، ايش راح تتحرك؟ تتحرك هيك. مزبوط، شغلت نورث ساوث من هون، وين راح تتحرك؟ كمل. المشكله هذا بهذا السيستم بتصير بهاي الحاله، طلع هاي الحاله حاله مختلفه. لو عندي هون فيز تو ستيترز، تو ستيتر بولز وفيز، تو ستيتر بولز وفيز، هلا طلعوا المشكلة اللي بتصير هون مختلفة عن المشكلة هون. عندي هون سوفت ماتيريال، هلا اجيت عندي هون نورث ساوث، خليني اشغل مثلا نورث ساوث هون، ايش راح يصير بالقطعة؟ راح تثبت حالها هون. مظبوط، هلا افرض اجيت طفيت هلا نورث ساوث اللي هون وشغلت نورث
ساوث هوم. وين راح تروح القطار؟ ما بعرفش وين راح تلف. فهذا السيستم ما ممكن يشتغل بشكل صحيح. حتى يشتغل هذا السيستم ايش لازم يكون؟ او هاي بيرمنت ماجنت. اوكي او ستة زي هيك. الستة واضحة وين راح تروح؟ مبين ان الاتجاه راح تروح فيها. ما راح يضل فيها ريزيدوال ماجنت. ممكن هلا ممكن بس ما بقدرش اعتمد عليها. ماشي اوكي انت بتقول راح يضل فيها ريزيدوال ماجنت بس انا ما بقدر اتنبأ بالضبط وين راح تمشي باي اتجاه. لو تركتها يوم او يومين ايش راح يصير بالريزيدوال ماجنت؟ راح تروح ما بقدر اتنبأ فيها. لكن هاي اذا اعطيت البلسز راح اعرف بالضبط باي اتجاه راح تتحرك. لانه اسهل انها تتحرك من هون لهون من انها تتحرك تلف اللفه هاي كلها. اوكي اذا في عندي نوعين من الستبر موتورز سوفت ايرون او بيرمنت ماجنت. هاي هون هذا توضيح للي كنا حكينا عليه من هون كيف راح يتحرك باي اتجاه راح يمشي معي. راح يمشي هون طبعا في له زاويه. الزاويه بتهمنا هاي الادفانس انجل هاي بتهمنا. هلا راح نشوف كيف راح نحسبها بالتفصيل.